الله غفور، الله رحيم، الله يحب المحسنين، وخالقنا ورازقنا، وهو على كل شيء قدير. الله إز غفور، الله إز رحيم، الله إز جاك كوستو. ولد عالم البحار والمحيطات جاك كوستو في عام 1910، عمل ضابطا في البحرية ومستكشفا في عالم البيئة. وكما كان مولعا بإنتاج الأفلام الوثائقية وبارعا في فن التصوير، سخر كوستو العالم حياته على مدى 70 عاما في دراسة البحار والمحيطات. عرض تجاربه العلمية التي من خلالها اكتشف السفن الغارقة وروض الدلافين وتابع الحيتان وغص في أعماق البحار بحثا عن اللؤلؤ والمرجان، وتعرف على كنوز الخالق في البحر من صخور ونباتات وحيوانات رخوية وأسماك وحيتان، وعرف سر الاختلاف بينها في الشكل والنمو والتكاثر. وفي كل رحلة بحرية يبحرها كان جاك كوستو يدرك أنه ثمة قوة إلهية تودع سرها في عمق البحر. وقد تأكد بالبرهان أن الكائنات التي تعيش في عمق البحر الأبيض المتوسط تختلف كلياً عن الكائنات البحرية التي تعيش في مياه المحيط الأطلسي. مضى جاك كوستو في رحلته البحرية الطويلة الأمد، ووصل به الترحال عند مضيق جبل طارق حيث البرزخ الحد الفاصل ما بين البحرين، بدأ البحث والتنقيب لتفسير هذا السر العجيب. وبالفعل توصل إلى ما يثير فضوله، إنه أمر إلهي سبحان الله. جريان سيل مائي يفصل بين مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فلا يدع أحدهما يلامس الآخر أو يختلط به. اطلع جاك كوستو عندما سمع أن ثمة كتاب قد سبقهم إلى هذا الاكتشاف، إنه القرآن الكريم، الذي سارع إلى قراءته وقد وجد ضالته المنشودة في الآيات الكريمة من سورة الرحمن. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم، إنه الإعجاز العلمي الذي جاء به كتاب الله، وكم أثار حيرة العلماء وقادهم نحو الصراط المستقيم. هو الله يهدي من يشاء. كل شيء قدير. الله إز غفور، الله إز رحيم.